الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. إن بقاء الأمين العام الشيخ علي سلمان في السجن يكفي بأن يكون هناك حركة مطلبية عارمة. وجوده في السجن يعني أن هناك مطالب سياسية تنتظر الاستحقاق. وجود الشيخ علي سلمان في السجن يعني هناك أزمة سياسية حادة وخانقة في البحرين. وجوده في السجن يعني هناك غياب للتوافق الشعبي وغياب للعقد الاجتماعي. وهذا هو اعتقاد الكثيرين، أن الشيخ علي سلمان يشكل رأيه رأي الأغلبية من شعب البحرين، وبقائه في السجن يعني تعطيل لرأي الأغلبية. الشيخ علي سلمان يمثل هذه الأغلبية. كلمة لسماحة السيد حسن الغريفي عضو شورى الوفاق. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الحديث عن سماحة الشيخ، نستذكر هذه الأيام قبل 5 أعوام، الليالي الظلماء التي مرت بشعبنا، نستذكر فيها شهداءنا الشهيد أحمد وبهية العرادي وزكريا العشيري وعبد الرسول الحجيري وفخراوي وغيرهم من الشباب. نستذكر ذكرى هدم المساجد والانتهاكات التي دون بعضها تقرير بسيوني إلى روح شهدائنا، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. نقف وهو قليل في حق هذا الرجل، لرجل تشهد له مواقفه وسيرته قبل كلماته. إنه رجل إصلاح ومحبة ووحدة. إنه سماحة الشيخ علي سلمان. تهمته أنه يطالب بالإصلاح وأن يكون الوطن للجميع، وطن يقوم على الشراكة والمواطنة المتساوية. وتهمته أيضا أنه طائفي يطالب بالوحدة وبالسلام بين مكونات الشعب، وهو كما يزعمون إقصائي حينما يسعى للعدل والكرامة بين المواطنين. هكذا تقاس المواطنة وهذه المعايير. البعض يسأل ما هي المكاسب طيلة 5 أعوام من الحراك؟ نجيب هذا البعض بكلمة واحدة، إن روح العزة والكرامة الموجودة في سماحة الشيخ والتي سرت إلى أبناء هذا الشعب من صغيرهم إلى كبيرهم، هذه الروح، روح العزة، روح الكرامة، هي أعظم مكسب
وأكبر نصر وجود هذه الروح. أما عن الأوضاع، الأوضاع انتهت فصولها وتكشفت أوراقها، وأصبح الرأي العام داخليا وخارجيا على قناعة تامة بأن هذا الشعب وأن وراء مطالب هذا الشعب العادلة ليس وراءها روح طائفية أو فئوية، بل هي مطالب عادلة ومحقة، وأن السلمية هي عنوان حراك هذا الشعب ومسيرته، وأن زمن التضليل والقهر ولا، وأن منطق الإرادات هو الحاكم على سنة التاريخ والحياة. وهذه كلمة للشيخ علي سلمان لما صدر الحكم بحقه، يقول: لقد كنت أيها الشعب العظيم ولا زلت معقد الأمل ومحل الثقة في تحقيق حلم الأجداد والآباء في وطن كريم تكون الكلمة فيه إليك ولا سلطة تعلو سلطتك، وطن المساواة والعدالة وحرية الكلمة. على مثل هذه الكلمات يحاكم سماحة الشيخ. نسأل الله تعالى أن يفرج عن شيخنا الجليل وعن جميع المعتقلين الأحرار، وأن يرجع المبعدين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار. وشكرا. أحسنتم سيدنا. قال العديد من القادة والنشطاء إن الشيخ علي سلمان مفتاح الحل، وإن بيده أن يشكل بوابة الدخول في مشروع سياسي، لأنه يمتلك القدرة والكفاءة الوطنية والمصداقية والشعبية والمسؤولية، يشهد له الجميع من الأصدقاء ومن الخصوم بأن الشيخ علي سلمان رجل بقامة وطن. أبيات شعرية للشاعر الأستاذ محمد اليوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. السلام على الأمين في سجنه، من كان مع الشعب ومع المظلومين ومع المحرومين كان الله معه، من كان جبار السماء معه، من كان جبار السماء معه، للعنف والتهديد ركعه، ولو أن كل البطش فوهة في وجهه ما رف مدمعه. بدء الحكاية للسلام هنا، وختامها يحكيه مطلعه، بركا من الآمال قد هطلت عيناه، والإصلاح منبعه، وعلى طويل الصبر قد فرشت إحنانها للشعب أضلعه. من يا ترى سلمان قد صنع الحلم اليتيم وفيك زرعه؟ من صاغ قاموس التسامح في عقل الحياة وفيك أودعه؟ من شكل الإحسان ثم على أشكال صبرك قام يبدعه؟ من
حاك عطف الحب ثم غدا بمقاسي ما ترجوه يقطعه من شد حزم التضحيات على ذاك القوام ابن وجمعه من شاد بنيان الوفاء ومن بجبينك الجذلان رصعه قيم مبادئ أنت ترجمة إنسان هذه الأرض شرعه وعي على الإصلاح في لغة سلمية معناه طبعه فكر شعوبي الخصال فلا جهل ومهما كان يقمعه عز بعمر النخل يخترق العليا وليس الذل يقلعه كم من القبضات ما برح الدهر الفتي الفذ يصنعه كيف من العزمات في سعة الأقدار وعد الحر وزعه هذا الأمين هذا الأمين فم السنين هنا قبلا بهام النصر يطبعه هذا الأمين على اليقين مضى ونداؤه الآفاق تسمعه هذا الأمين ولا يلين ولو للعزم لان هناك أشجعه من غصت الساحات في شمم إن أشرت للمجد إصبعه فلكل من قد جاء مجترئا عهدا هنا لله نقطعه أو خلت أن الشيخ منفرد معه السماء والشعب أجمعه معه سنبقى صابرين على الإصلاح حتى يعتلي معه وليبصر الوطن الكفيف صباحه وليبصر الوطن الكفيف صباحه فلتطلقوا للحب فيه سراحه وطن يحن ليستعيد سماءه شمما ويبعث للسحاب جناحه كم يقدح الأمل الجميل وخلفه يطفي الظلام بحقده مصباحه ويعود يبحث عن ضياء موقن بالنصر يملأ للسرى أقداحه وطن بروح كلما غدروا بها أهدى لها ابن جراحها أرواحه وابن الجراح فتى تفتح عمره بترابها وبها أراح جراحه ونما وحب الأرض في جنباته زرع يجن إذا رأى فلاحه كبرام عن وطنا وإنسانا على حب السلام وجاذباه وشاحه فمتى وكيف ومن تسلل شاهرا بالبغض في وجه الحياة سلاحه ليشيع حتى في النخيل ثقافة السخرة ويغرس في الخطى أشباحه قد كان حتى الآن بدل شكله أو لونه فهنا نشم رياحه وابن الجراح هنا ليجدع أنفه وعدا ويكنس للممات صياحه يا من تريدون الصلاح
لموطن في السجن غيبتم هناك صلاحه ويموت من فرط النزيف وغضبة الأقياد قهرا كبلت جراحه. أو تنظرون لو تنظرون وتمعنون فللسما لصلاحكم يدعو ويرفع راحه. ولأجل خير الأرض علق عمره وبعتمة السجن البهيم أراحه. فلتطرقوا دهرا فليس سوى الفتى للأمر يملك هاهنا مفتاحه. والسلام عليكم. كلمة لعضو مركز البحرين الشبابي المحامي الأستاذ علي يحيى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أقول وقد طلب مني أن أمثل الشباب في كلمتي هذه أننا عرفنا سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان شابا منذ التسعينات، وهو لا يدخر جهدا في العطاء لهذا الوطن والفداء لشعبه. عرفناه على منبر الصلاة ومدافعا عن الشباب الباحثين عن لقمة العيش الكريم، وفي المعتقل ثم في المهجر. عرفناه معطاء بعد الميثاق وفي البرلمان وبعده، وفي 2011 وما جاء بعدها من أحداث ألمت وآلمت الوطن، حين وقف وبكل بسالة ليحمي بقدر ما يملك من تأثير في هذا الشعب، ليحمي الوطن من الانزلاق في مستنقع الاحتراب الطائفي. بعد ذلك وفي بلد لا يحترم المضحين من أجله، ولا العقول النيرة فيه، ولا يحترم العاملين من أجله والناصحين له والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يكون مصير رجل السلام الداعي للسلمية المخلص لله والوطن هو السجن لكل ما قدم. إذن أصبح واضح، وبعد كل ذلك وبعد ما جرى في محاكمة الأمين العام أن الشيخ علي سلمان معتقل رأي، وذلك لأكثر من اعتبار. أولاً، فإن محل الدعوة المرفوعة ضده وما بنيت عليه هي خطبه التي عبر فيها عن رأيه ونصح فيها لله وللوطن، وأبدى فيها اعتراضاته على مجريات السياسة في البلد من دافع المسؤولية كمواطن وكأمين عام لجمعية سياسية. ثانيا، لطبيعة التهم الموجهة إليه والتي قيل ما قيل فيها من خبراء قانونيين وما جاء من توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني، إذ أن بعض هذه التهم لا تتوافق مع الدستور وتتناقض
مع الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور والشرعة الدولية. ثالثا، ما أثبته محامي الدفاع من عور الأدلة وسقوطها أمام واقع خطابات الشيخ علي سلمان الداعية للسلم والسلمية والحاثة على الحوار الجاد والمنتج. رابعا، ما كانت عليه إجراءات المحاكمة التي كانت مخالفة للقانون ومتسمة في بعضها بالبطلان. لكل تلك الاعتبارات وغيرها أصبح سماحة الشيخ علي سلمان معتقل رأي يجب إطلاق سراحه في الحال والقضاء ببراءته من تلك التهم الكيدية. نحن ندعو إلى إطلاق سراحه وسراح كل معتقلي الرأي من رموز ونشطاء وطلاب ونساء، والبدء في حوار جاد ومثمر كما دعا له سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيات شعرية للشاعر الأستاذ السيد علو الغريفي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا يوم الدين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بين عينيك، بين عينيك نقيضان، رعود وسكون. بين عينيك نقيضان، رعود وسكون. صامدا كنت وما زلت، وحتما ستكون، وعلى عزمك لا خوف ولا هم يحزنون. قد يلين القيد، قد يلين القيد، لكنك حاشا أن تلين. هذه عمتك البيضاء للشعب مدار، ويشم القيد في كفيك عطر الانتصار. ليس في قاموسك اليأس وتأبى الانكسار. نحن لا نخشى عباب الموج ما دمت السفين، نحن لا نخشى عباب الموج ما دمت السفين. في خارج السجن، في خارج السجن أم من خلفه تقف؟ في خارج السجن أم من خلفه تقف؟ ما بين هاتين منك الظلم يرتجف. ما زلت رغم المآسي واقفا جبلا، حتى أراها تضاهي طولك الألف. وقفت
والنخل قد آختك وقفته يحميك طورا وطورا منك يقتطف. من علم النخل؟ من علم النخل أن يأبن حناءته حتى وإن خر في إذلاله السعف؟ من ألهم الأفق لو عم الظلام به أن الحقيقة شمس ليس تنكسف؟ ماذا اقترفت؟ ماذا اقترفت سوى ذنب السلام؟ لذا ضاقوا بما كنت يا ابن السلم تقترف. الكل في وصفك احتاروا وما عرفوا معناك حتى استعاذوا فيك ما وصفوا. صلى عليك امتداد الأرض نافلة في هدأة الشوق حين الليل ينتصف. يا أيها البحر، يا أيها البحر طمئن شوق موجتنا، يشتاقك الرمل والشطآن والصدف. يا من هل الصبر، جئنا نستقي أملا من صبر عينيك في البلوى، ونغترف قلب تسامى بصدر العاشقين وفي إيقاع نبضاته حتى له انجرفوا. ها أنت أنت وتأبى أن تكون سوى حضن يلم البرايا كلما اختلفوا. يا أشرف الناس رمزا قائدا وطنا، والسير من خلف هذا وحده الشرف. طريقنا أنت تدري كيف نسلكه، إذا انعطفت جميع الشعب ينعطف. السلام عليكم ورحمة الله. في 15 من شهر مارس الحالي تنعقد جلسة محاكمة استئناف للأمين العام سماحة الشيخ علي سلمان بعد مرور 15 شهرا على سجنه وتغييبه. كلمة لسماحة الشيخ جاسم الخياص رئيس التحكيم بجمعية الوفاق. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور الكرام، وعلى أمين الشعب سماحة الشيخ علي سلمان. والحديث عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي سماحة الشيخ علي سلمان هو حديث عن رمز من رموز العمل السياسي السلمي، وعن مثال نموذجي للعمل الوطني الجاد والمخلص. وأود في هذه الوقفة
أن أشير لبعض النقاط في مسيرة سماحة الشيخ السياسية. النقطة الأولى: احترامه لجميع فئات الشعب دون التمييز بين فئة وأخرى، لا على أو لا بضابطة دين أو عرق أو لون أو ما شابه ذلك من أنواع التمييز. ويظهر ذلك جليا في ممارسته السياسية وخطبه على مدى ما يزيد على 25 عاما من العمل السياسي الجاد. قدم فيها سماحة الشيخ خطابا وطنيا ناصعا بعيدا عن الطائفية والتهميش لأي طرف، فمطالبته بالحقوق الشعبية هي مطالبة للشعب بما هو شعب دون التمييز بين فئة وأخرى. وأضرب مثالا على هذا، ولكم أن تراجعوا خطابات سماحة الشيخ منذ بداياته إلى أن زج به في السجن. المشروع السياسي الذي كان يتبناه سماحة الشيخ والذي طرحه عبر صيغ متعددة ومنها وثيقة المنامة، نجد كل مرة يطرح المطالب الشعبية ويطرح الحقوق الشعبية التي يطالب بها الشعب يطرحها بشكل ليس فيه ماذا تحيز لطرف على طرف، وإنما يطالب بهذه الأمور للشعب بما هو شعب، لأنها حق للمواطن بما هو مواطن، وهذه وثيقة المنامة خير شاهد على ذلك. لا يستطيع أحد أن يقول بأن في وثيقة المنامة فيها ماذا مطلب طائفي أو مطلب ماذا ينحاز لهذا الطرف أو لذاك الطرف، هي مطالب فيها مصلحة للوطن بما هو وطن وللمواطن بما هو مواطن. ومن ذلك مثال على ذلك في هذه الوثيقة، طرحه لطبيعة التمثيل النيابي، كان دائما يقول ماذا؟ للتمثيل النيابي نحتاج إلى أن يكون التوزيع وأن تكون الدوائر الانتخابية أو أي طريقة تتخذ للتمثيل النيابي أن يكون ماذا؟ على طريقة صوت لكل مواطن دون أن يكون فيها تغالب لأحد على أحد. اثنين: مئات ولي أن أقول آلاف الأحاديث من خطب أو لقاءات أو تصريحات، والتي ألقاها على أكثر من 25 عاما لا تجد فيها على كثرتها كلاما طائفيا. ممكن ترجع طالع من نهاية الثمانينات إلى أن اعتقل الشيخ، اتبع كل مقالات أحاديث خطب الشيخ وحط يدك على ماذا جملة، قل هذه الجملة تنحاز إلى طائفة دون طائفة، هذه الجملة فيها ظلم لطائفة زين وتغليب لطائفة على طائفة أو فئة على فئة، لا يوجد. لماذا أنا أطرح هذا؟ لأقول أن هذا أمر يكشف هذه الكثرة من الأحاديث، هذه الكثرة من الممارسات، هذه الكثرة من المواقف السياسية لا تجد فيها ماذا تحيز. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هذا أمر ماذا مبنى استراتيجي قد اتخذه الشيخ وعمل على وفقه، يكشف على أن ما بداخل الشيخ وعلى أن ما كان يقوله الشيخ وماذا منطبع في داخله، وأنه ما كان يتحدث بحديث وكان يبطن ماذا يبطن غيره، وإلا لخرج ذلك على فلتات لسانه في هذه الأحاديث الكثيرة والمترامية. ثانيا،
مطالبه السياسية في كل هذه المسيرة الطويلة من العمل السياسي هي مطالب أكد عليها، والخصوص في هذه الفترة الأخيرة هي مطالب أكد عليها ميثاق العمل الوطني وتؤيدها الشرعة الدولية، وهي مطالب تعتبر حقوق طبيعية لأي شعب من الشعوب. ثالثا، أسلوبه في تحصيل هذه المطالب، ما الأسلوب الذي كان يتبعه سماحة الشيخ؟ هو العمل السلمي الذي تقره مواثيق حقوق الإنسان، ومنها العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية. وكان يرى الأسلوب السلمي هو الطريق الصحيح والناجح لتحقيق تلك المطالب الشعبية. يعني هذه المطالب التي كان يرفعها ما كانت مطالب شخصية، وإلا ما كانت هذه شنو الشريحة الطويلة وهذا الشارع الكبير يؤيده فيها. هي مطالب ماذا؟ مطالب هذا الشارع الكبير، ومطالب كل من يرفع صوته بالمطالبة بالإفراج عن سماحة الشيخ. ختاما أقول، شخصية كسماحة الشيخ علي سلمان عليكم السلام يتمتع بكل هذه الملكات الإدارية والنفسية والإخلاص للوطن، حقه التبجيل والاحترام لا الاعتقال والسجن. أطالب كمواطن بحريني يرى في سماحة الشيخ علي سلمان خير مثال للسياسي الصادق المخلص لوطنه لأبعد الحدود بالإفراج عنه، كما أعتقد أن أغلب وأكثر شعب البحرين يؤيدوني في هذا المطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لسماحة شيخنا الأمين وإلى جميع المعتقلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وقفتنا هذه متضامنين مع الأمين العام الشيخ علي سلمان بحقه في الحرية، مؤكدين على ما تقدم به من مطالب ورؤى ومبادرات وقيم لرفعة المجتمع ورقي الوطن والمواطن. نصل إلى نهاية وقفتنا متمنين لوطننا الخير والسلام، وأن يفرج عن أميننا العام وعن جميع المعتقلين الأحرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.